أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مدرسة على الهواء. في حلقة ممتدة لمدة ساعتين نتناول فيها حل نماذج الوزارة التي طرحت خلال الشهرين الماضيين، وتخللت هذه النماذج بعض الأسئلة، وكانت النماذج بلا أجوبة على موقع الوزارة، مما تبارى بعض المدرسين والطلبة في إجابة بعض الأسئلة، وكانت أو كانوا غير موفقين في هذه الإجابة، أو كانت هناك إجابات تحتاج إلى تدقيق ودقة في عرض هذه الإجابة. عشان كده قررت أن تكون حلقة اليوم لمدة ساعتين، وهي من الحلقات الإضافية في المراجعة للأحياء، أن تتضمن حل بعض النماذج الأربعة، وتحديدا هناخدهم من النموذج الرابع وبعدين النموذج الثالث، وإذا بقي وقت سيكون هناك أيضا النموذج الثاني. النموذج الرابع نموذج طرح من فترة كده حوالي أسبوعين، وكان بيتضمن بعض الأسئلة والتي تردد حولها أنها قد تكون أسئلة لها أكثر من معنى وأكثر من مضمون، عشان كده تم إجراء بعض التعديلات على النموذج الرابع، وسيتم إن شاء الله رفعه مرة أخرى على موقع الوزارة. هذه التعديلات لكي تصبح الأسئلة فيها أكثر دقة وتكون الإجابة محددة، علشان كراسة الإجابة نفسها كراسة تتضمن فراغات قد تكون الفراغات غير متوائمة مع الإجابة. عشان كده قررنا أن تكون السؤال أكثر دقة وأن يكون للسؤال إجابة محددة. كراسة اللي احنا بنتعامل معاها كراسة غاية في الأهمية، لن يصرف لك كراسة أخرى، كراسة ما ينفعش يتقطع منها صفحة وما ينفعش يزيد فيها صفحة، كراسة ما ينفعش يكون فيها أسئلة مكررة وما ينفعش يكون فيها أسئلة ناقصة. ترقيم أسئلتك مسؤوليتك، ترقيم الأسئلة في الكراسة هي مسؤولية الأولى للطالب، لأن الملاحظ مش هيمر على كل الطلبة ويتأكد من عدد الأسئلة اللي موجودة في كل كراسة. عشان كده مهم قوي تبقى عارف أن في الكيمياء والفيزياء والأحياء والجيولوجيا عدد الأسئلة 45 سؤال، تتضمن بداخلها بعض الأسئلة الإجبارية وبعض الأسئلة الاختيارية، وستجد ما في السؤال ما يوجهك إلى أنه إجباري أو اختياري. فإذا كان في بداية السؤال أجب عن أحد السؤالين، فلتعلم أنه سؤالين يختار بينهما، أو لو جه أجب عن أو حط السؤال مباشرة دون أن يكون هناك له سؤال مقابل، يبقى هذا السؤال سؤال إجباري. نتعامل مع الأسئلة الإجبارية على أنه لا فرار منها، سؤال إجباري هجاوبه بدون أي رأفة أو بدون أي تعامل آخر. لكن لو كان أسئلة فيها نوع من الاختيار فأنا أكثر هدوءا في الأعصاب. هذا السؤال لما يكون فيه بديلين أو اختيارين ألف وباء وبختار أحدهما، قيل سابقا وتردد أنه لن يصحح سوى إجابة واحدة وهذا خطأ، وبؤكد وعلى مسؤولية الوزارة وليست مسؤولية الشخصية أنه سيتم تقدير الإجابتين رغم أنهما إجابات إحداهما مطلوبة والأخرى ستكون غير مطلوبة، وسترفع وتدق أو ترفع الدرجة الأكبر للطالب. بمعنى أني لو كان عندي سؤالين علل وبختار ما بينهم ستجد مسافة كافية لإجابة السؤالين، لو كان عندي سؤال مقارنة وبتختار بين مقارنتين سيكون هناك جدولين للمقارنة وكل جدول كافي لوضع الإجابة فيه. عشان كده أنا بطمنكم تماما تماما تماما، حتى الأسئلة التي ترددت عن أنها تحتوي مفهوم غير واضح تم وضع أسئلة أكثر وضوحا في هذا التوقيت من العام الدراسي. تعالوا نشوف مع بعض أسئلة الامتحان الرابع ونموذج الامتحان الرابع بعد إجراء التعديلات عليه، نموذج بوكلت أو الامتحان الرابع. أول سؤال تعال نشوف بيقول إيه. السؤال بيقول اختر الإجابة الصحيحة.
المسافة بين كل خطي زد متتاليين في الليفة العضلية تسمى ساركوبلازم، قطعة عضلية، ساركوليما، منطقة شبه مضيئة. طبعا انتوا عارفين وكلكم تعلموا تماما انها القطعة العضلية. ماذا تفعل؟ تظلل على حرف دائرة الباء ديت وتظلل بالرصاص او بالجاف، ويفضل بالرصاص علشان لو كانت الإجابة خطأ يمكن إزالة الرصاص وإجابة أخرى وضعها، لكن لو كان بالجاف ممنوع استخدام الكوريكتور. تعال نشوف سؤال آخر بيقول، وده من الأسئلة الاختيارية اللي هناك مصطلحين وعليك أن تختار بينهما. إحدى وسائل منع الحمل غير الجراحية والتي تمنع دخول حيضاننا إلى مهبل الأنثى، لأن لو ما أضفتش كلمة غير الجراحية كان هيبقى عندي مشكلة. ليه؟ لأن من كلمة غير جراحية معناها أن عندي وسيلتين منع حمل تمنع دخول الحيوانات المناعية إلى المهبل، فأيهما أدق؟ هل أقول منع وصول الحيوانات المناعية إلى المهبل استخدام الواقي الذكري، أم أن أنا أقول التعقيم الجراحي في الرجل أيضا يمنع وصول الحيوانات المناعية إلى المهبل؟ فكانت إضافة غير الجراحية لتأكيد أن الإجابة ستكون هي إجابة واحدة فقط وليست إجابتين، وهي من؟ وهي الواقي الذكري. طيب لو أنا مانيش عارف ألف وعايز أجاوب به، نمو الأنسجة النباتية والحيوانية في وسط غذائي شبه طبيعي وتتبع نموه وتميزه إلى أن يصل إلى كائن كامل، هذا هو تعريف زراعة الأنسجة. وإن كان أركز عليها نمو الأنسجة النباتية في وسط غذائي شبه طبيعي، وأزيل كلمة الحيوانية لأن ما نجحتش التجارب على الحيوانية. يبقى المصطلح ألف تعقيم جراحي، طب المصطلح التاني أو باء زراعة الأنسجة، أستخدم الاتنين أكتبهم ماشي. لو لقيت الاتنين صح أحط الدرجة على أي منهما، لو لقيت أحدهما صح والأخرى غلط هحط الدرجة على الصح وهترك الغلط، ولو لقيت العبارتين غلط خلاص يبقى انا اديتك فرصه واتنين ومع ذلك جبت على الاجابتين خطا. سؤال بيقول اختر الاجابه عن احد السؤالين الف وباء، اذكر مكان وظيفه. والسؤال لما يكون في مكان وظيفه من غير ما تاخد بالك كده اعرف ان هو بدرجتين، لان ستكون هناك درجه على المكان ودرجه على الوظيفه. واعطيتك اختيارين، يعني اذكر مكان وظيفة انزيم الربط واذكر مكان وظيفة انزيمات القصر، اختار ايهما عشان ما تضيعش الوقت. طيب نفترض ان انا عارف الاجابتين، خلاص اكتب احدهما الان وانتظر حتى تصل الى السؤال 45 وتتأكد انك اجبت عن كل ما هو مطلوب بالنسبة لك، ثم اعد مرة اخرى اذا كان هناك متبقي من الوقت الى الاسئلة التي تركت الاسئلة الاختيارية فيها اجب عنها. لكن ما ينفعش من بداية الوقت والفترة الزمنية ان انا اجاوب السؤالين مع ان المطلوب واحد. طب ما انا لما هجاوب سؤالين هكتشف ان انا ما جاوبتش 45، هكتشف ان جاوبت 57 سؤال، وهذا صعب جدا على الطالب، وبعدين يقول الوقت غير كافي. الوقت كافي اذا اتبعت التعليمات المنصوص عليها. نبتدي بآلاء ونشوف اسئلة آلاء من اسيوط. آلاء ازاي؟ ازي حضرتك يا مستر؟ الله يخليك. ايه اخبار مراجعات الاحياء معاك؟ الحمد لله تمام، طول ما احنا بنتفرج على حضرتك ومجهودك. الله يبارك فيك يا لا. قولي لي بقى سؤالين اتنين من الاسئله اللي انت ممكن تكوني محتاجاه. تمام، انا في الاول عندي استفسار. النموذج البوكلت الرابع بتاع الوزاره اللي تمام. معايا انا معايا السؤال الثاني يعتبر حجم الفقره رقم 20 بالنسبه لحجم الفقره رقم 19 في العمود الفقري الانسان ناقص. طب سمعتيني يا آلاء ان انا في بدايه الحلقه نوهت عن البوكلت الرابع وقلت انه تضمن بعض الاسئله غير الواضحه او غير الدقيقه، فقررنا استبدلناها، واللي انا بشرحه معاكم دلوقتي هو البوكلت الرابع بعد التعديل عليه. من ضمن هذه التعديلات استبعاد هذا السؤال. تمام، لكن اجاوبهولك هو اكبر قليلا، لأن الفقرة القطنية هي أكبر الفقرات حجما، فإذا قارنتها بالفقرة الصدرية ستكون أكبر قليلا وليس أكبر كثيرا.
ونظرا لان استخدام قليلا وكثيرا غير مفهوم في السؤال، لان قليلا عندك قد تكون قليلا بشكل تختلف عن قليلا عند غيرك، لذا تم حذف هذا السؤال واستبداله بسؤال اخر. تمام، لو سمحتي بس انا عندي سؤال، ما المقصود بكل من؟ ما المقصود؟ ها؟ الاسترويدات. بمين؟ الاسترويدات. الاسترويدات، تمام، ايه تاني؟ وعندي ماذا يحدث اذا؟ ماذا يحدث اذا؟ اصابة مرضى السكر احيانا بغيبوبة السكر. اصيبة؟ لا ده علل، اصابة مرضى السكر احيانا بغيبوبة السكر. علل، اصابة مرضى السكر احيانا بغيبوبة السكر. اشكرك يا لا. عندي استفسار بس. ايه؟ هو استفسار. تمام. لما يكون عندي سؤال علل، مثلا انتحاء اكروميجالي، بيقول لي سبب الحدوث، اقول له سبب الحدوث والاعراض ولا اقول سبب الحدوث بس؟ لو كان بيسألك عن الحالة؟ هتقولي لو ما قالكيش السبب فقط، لا هتكتبي السبب والاعراض. فعلم وفسر برضو اكتب السبب والاعراض. تمام، شكرا، خلاص يا مستر. اشكرك يا لا. الا كان ليها سؤالين، السؤال الاولاني بيقول ما المقصود بالاسترويدات؟ ما المقصود بالاسترويدات؟ اقدر اعرف الاسترويدات هي الهرمونات الدهنية، يعني اللي بتتكون من دهون، وتشمل مين أخدناهم؟ تشمل هرمونات قشرة الغدة الكظرية، أدي هرمونات، وتشمل الهرمونات الجنسية. يبقى عندي ده تعريف كلمة يعني إيه استرويدات، هرمونات دهنية. طيب السؤال التاني بيقولها ماذا أو علل إصابة مرضى السكر أحيانا بغيبوبة السكر. متى يصاب بغيبوبة السكر؟ يصاب بغيبوبة السكر إذا ارتفع نسبة الجلوكوز في الدم ولم يفرز الأنسولين من البنكرياس. عدم إفراز الأنسولين وارتفاع السكر إلى مدى عالي، انتوا عارفين ليه مدى معين، ده يؤدي إلى حدوث غيبوبة. صحيح في غيبوبة تانية بتحصل مع انخفاض نسبة السكر بشكل قاسي على الإنسان، لكن احنا هنخلينا في الجزء المتعلق بالكتاب، وهو حدوث الغيبوبة تحدث نتيجة ارتفاع نسبة السكر أو سكر الجلوكوز في الدم. ولم تكتب من أعراض مرضى السكر الغيبوبة، عشان كده احتمالات هذا السؤال في الامتحان تكاد تكون 0%. أنا بعرف منين بقى الامتحان ده عمره ما يجي أو السؤال ده ما يجيش ليه رغم وجوده؟ لأن كلمة غيبوبة لم تذكر في الكتاب، ولم تذكر من أعراض مرض السكر، فعشان كده أنا عندي الأعراض العطش وعدد مرات من التبول وارتفاع نسبة السكر في الدم، وما قلتش من ضمنهم كمان حدوث الغيبوبة، عشان كده بقول إن السؤال ده لا مش ضمن الأسئلة المتوقعة. خلاص؟ نرجع لأسئلتنا. السؤال بيقول اختر إجابة عن أحد السؤالين ألف وباء. هنا بقى اختر عن أحد السؤالين، وعندك ألف وباء، اختار أفضلهم أحسنهم في الأول وجاوبه حتى ولو كان باء. إنزيم الربط، مكان إنزيم الربط فين؟ أكيد مكان إنزيم الربط داخل النواة. طيب إنزيم الربط مكانه داخل النواة، وظيفته له وظيفتين داخل النواة. الوظيفة الأولى يعمل مع حوالي 20 نوع من إنزيمات الربط على إصلاح عيوب الدي إن إيه، حيث يقوم باستبدال النيكلوتيدة التالفة بأخرى سليمة بناء على النيكلوتيدة في الشريط المكمل لها، ده واحد. ويعمل على ربط قطع الدي إن إيه عند تضاعف الدي إن إيه. أما مكان وظيفة إنزيمات القصر، فمكان إنزيمات القصر موجودة في البكتيريا أو في بعض سلالات البكتيريا، ده إنزيم القصر. وظيفة إنزيم القصر بيتعرف على مواقع محددة على الدي إن إيه الفيروسي عندما تهاجم الفيروس خلايا بكتيرية وتدخل مادتها الوراثية، تفرز إنزيمات القصر عشان تتعرف على مواقع محددة على الدي إن إيه الفيروسي وتقطع عنده، وبالتالي
يتحول إلى قطع عديمة الفائدة، بكده يبقى البكتيريا أصبحت مقاومة للفيروسات. تمام؟ ده السؤال الثالث. السؤال الرابع، شايفين طبعا الجدول، وهيجي لك جدول في الامتحان ويحدد وجه مقارنة أو يقول قارن بين التجويف الأروح والحقي من خلال المكان والوظيفة، فأصبح وكأنه سؤال مكان وظيفة ولكنه أصبح في صورة مقارنة. التجويف الأروح لو سجلت في المكان اللي قدامي ده مكانه فين التجويف الأروح؟ التجويف الأروح يوجد عند الطرف الخارجي من عظمة لوح الكتف، خلاص ده مكانه. طيب لو قلنا بقى وظيفته، بتبيت فيه أو تستقر فيه رأس عظم العضد مكونا المفصل الكتفي. يبقى أنا قارنت مكان هنا وظيفة بالنسبة للتجويف الأروح. التجويف الحقي، التجويف الحقي من حيث المكان، مكانه فين؟ عند التقاء عظمتي، من هما؟ الحرقفة وعظمة الورك، وتستقر فيه رأس عظمة الفخذ. يبقى دخلنا في الوظيفة، رأس عظمة الفخذ مكونا مفصل الفخذ. ده بالنسبة للمقارنة بين المكان والوظيفة بالنسبة للتجويفين. معايا علياء من 6 أكتوبر، علياء إزيك؟ الحمد لله. إيه أخبار المراجعات وأخبار هرمون الأدرينالين عندك؟ الحمد لله كويس. منخفض؟ آه شوية. طب مسيطرة عليه يعني؟ آه. طب قولي لي أسئلتك. السؤال أخطر في المناعة. علي صوتك وأنت بتقولي أخطر اللي في المناعة. لا تعمل المتممات؟ لا تعمل المتممات إلا في وجود خلايا؟ إلا في وجود خلايا وعندي بدائل. آه. قوليهم. تي سي. مين؟ تي إس. تي إس. تي إتش. تي سي. بي. وبي. آه. والبديل الرابع؟ تي إتش. ما في إس وسي وإتش. آه. وبي. آه. تمام. تتوقعي اجابتك. مش عارفه ليه. هتقولي سؤال تاني؟ اه. طب قولي سؤال تاني عليها. المناعة مصطلح علمي. المناعة. مصطلح. المناعة. التي تنشأ. التي تنشأ. نتيجة إصابة الكائن الحي. نتيجة إصابة الكائن الحي. ببعض الكائنات الممرضة. ببعض الكائنات الممرضة. أنا مش قادرة أحدد هي مناعة طبيعية ولا مكتسبة، حسب إيه يعني؟ طيب ما أنا عايز أفهمك الفرق برضو يا علياء. المناعة الطبيعية هي مناعة تنشأ لا يشترط بسبب الإصابة، ولكنها تمنع دخول وانتشار الميكروب. فخدتي بالك منع دخول لما كان عندك خط الدفاع الأول ويتمثل في الجلد والعرق والدموع والسمنخ إلى آخره. دي تمنع الدخول وتمنع الانتشار، ودي تمثلت في الاستجابه بالالتهاب والانترفيرون والخلايا ان كي، دول كانوا بيمنعوا الانتشار، يعني الميكروب دخل بس بمنع انتشار. لكن ده انا اصبت خلاص بالكائنات الممرضه، اصبت. معنى حدوث اصابه معناها ان انا فشلت عندي المناعه الايه بقى؟ الثانيه الطبيعيه. اه الطبيعيه. فشلت، يبقى مين المفروض يبقى بيتكون؟ المكتسب. الله ينور عليك، يبقى المصطلح ده هو تعريف المناعة الايه؟ المكتسبة. اما اختر، انت عارفة ان المتممات لا تعمل الا في وجود الاجسام المضادة. اه. طيب مين من الاربعة اللي بينتج الاجسام مضادة؟ بي. يبقى اخترت اللي هو بي. اه. خلاص اوكي كده علياء؟ اه. اشكرك على اتصالك ودايما معانا على طول. عندنا سؤال اخر من البوكلت الرابع اللي على موقع الوزارة بعد اجراء تعديلات عليه. علل الدم في حالة حركة مستمرة داخل الأوعية الدموية. فسر ليه الدم في حالة حركة مستمرة داخل الأوعية الدموية؟ يرجع ذلك إلى انقباض العضلات الملساء الموجودة في جدار الوعاء الدموي. يبقى دي الإجابة النموذجية، يرجع إلى انقباض العضلات الملساء الموجودة في جدار الوعاء الدموي.
هو اللي كان سببا في تدفق الدم وحركة الدم في حركة مستمرة. السؤال السادس، ماذا يحدث إذا تعرفت الخلايا الليمفاوية البائية على الأنتيجين لأول مرة؟ ماذا يحدث إذا تعرفت الخلايا الليمفاوية البائية على الأنتيجين لأول مرة؟ تعمل إيه؟ شوفوا اللي هيحصل. أول ما تتعرف على الميكروب تعمل الخلايا إن هي تنتج أجسام مضادة إذا كانت بائية، بس في مرحلة اسمها مرحلة تنشيط، يبقى لابد أن يسبقها مرحلة تنشيط الخلايا البائية حتى تستطيع أن تنتج أجسام مضادة. هذه الأجسام المضادة تتعرف على الأنتيجين وتقضي عليه. يبقى إذا تعرفت الخلايا الليمفاوية البائية على الأنتيجين لأول مرة هتبتدي تنتج أجسام مضادة. هذه الأجسام المضادة بتتعرف على الأنتيجين بتاع الميكروب وترتبط به ويقضى على الميكروب. السؤال رقم 7، وده من الأسئلة بتاعت النموذج الرابع والذي بقي كما هو. اذكر رقم أو اذكر البيان 1. رقم 1 هو رقم 1 اللي انت شايفه في الرسم، ده يمثل ايه؟ اكيد طبعا نبات مشيجي للفوجير، يبقى نبات مشيجي للفوجير. اذكر العدد الصبغي للبيان رقم 2. 2 يشير الى ايه؟ يشير للمناسل المذكرة والمؤنثة الموجودة على النبات المشيجي. طب رقم او العدد الصبغي بتاعه كام؟ عدد الصبغي هنا 2 نون، اسف عدد الصبغي هنا نون. ليه نون؟ لانه جاي من جرثومه، انتوا عارفين النبات مشيل جاي من جرثومه، عشان كده بنقول لا هو نون مش 2 نون. ما اهميه البيان رقم 3؟ 3 ده اشباه جذور. ايه دور اشباه الجذور؟ امتصاص الماء والاملاح من التربه حتى يستطيع النبات تكوين غذائه. رابعا، ما نوع التكاثر في هذه المرحله؟ ما نوع التكاثر في هذه المرحله؟ بيبقى تكاثر جنسي بالامشاج. يبقى دي اجابات، شايفين كل اجابه خدت قد ايه؟ خدت كلمه او كلمتين اقدر احطهم في مكانها المناسب. شايفين مساحه قد ايه بقى؟ مساحه كبيره جدا انا بسيبها علشان اجاوب الاربع حاجات، مع ان مطلوب من كل حاجه حاجه بسيطه جدا او سؤال صغير في الاجابه، يبقى المساحه كافيه ان انا اكتب كل الاجابات السابقه. سؤال 8، ارسم شكلا يوضح التكاثر بالجراثيم في فطر عفن الخبز. صحيح هو كان مكتوب قبل كده التكاثر بالتجرثم، ولكنه هذا خطأ. ليه؟ البوكلت الأخير الرابع المعدل، خلاص هنشرب على كلمة التجرثم وهنكتب الجراثيم. طيب خلوا مالكم معانا، أرسم إزاي بقى فطر عفن الخبز وتكاثره بالجراثيم. أول حاجة أبتدي أحدد خيوط الفطر بشكل مبسط كده، وحدد الأشباه اللي طالعة منه دي، خلاص. وبعدين عندي حامل جرثومي، وممكن أرسم أكتر من حامل جرثومي زي ما أنا راسم كده، خلاص. وبعدين آخر الحامل الجرثومي في انتفاخ، آخر حامل جرثومي في انتفاخ، ولكن الانتفاخ انفجر. جوه هنا في جراثيم اهي، احنا شايفين دي الجراثيم، يبقى دي جراثيم كم نون؟ نون. وده طيب هنكمل الرسم، بس ناخد الاول ايه من هنا وبعدين اكمل لكم الرسم. ايه ازيك؟ ازيك يا مستر؟ اخبار الاحياء معاكي؟ عشان انت قطعتي رسمه العفن بتاع الخبز. معلش يا علي صوتك. مستر عندي سؤال. ايوه ايه. بيقول اذا كان عدد الخلايا البائية في قطرة دم شخص، اذا كان عدد الخلايا التائية في قطرة دم البائية في قطرة دم شخص 400 خلية، 400 خلية، فان عدد الخلايا التائية في نفس القطرة تساوي، وعندي بدائل 1000 1000 1500 3000 4000. وعندي سؤال، ما المقصود بالتغذية العصبية للألياف العضلية؟ ما المقصود بالتغذية العصبية بالتغذية العصبية للألياف العضلية
للألياف العضلية. هاي أنت منين؟ من أنا. أهلا وسهلا، أهلا نورتيني. بك، ميرسي خالص. طيب أي، أنا هجاوب لك وأنت تسمعيني إن شاء الله من التلفزيون. سؤال أي الأولاني سؤال رقمي، ما بفضلوش دايما لكن مفيش مشكلة إن احنا نتعامل معاه. إذا كان عدد الخلايا البائية في قطرة الدم 400 خلية، طب ال 400 خلية دول يمثلوا قد إيه بالظبط من قطرة الدم؟ قطرة الدم فيها كل أنواع الخلايا، فيها خلايا ليمفاوية، خلايا دم حمراء، خلايا إلى آخره. فلو كانت القطرة دي فيها البقية 400، طب ما أنا عندي الأول قيمة بتقول إن عدد الخلايا الليمفاوية تمثل حوالي من 20 لـ 30%. إذا ال 400 بقى من ال 20 لـ 30%، عشان كده بتحتاج عملية حسابية، وليكن تمثل حوالي 400 خلية زي ما قلنا. إذا عدد الخلايا التائية التي تمثل 80%، فإذا كانت ال 400 تمثل حوالي 10% زي ما قلنا، الخلايا الباقية تمثل من 10 لـ 15، فلو افترضناها 10% فما بالك بال 80% اللي هما 8 أضعافه، يبقى كأنها 8 في 400 3200. إذا تقريبا عددها هتبقى متوسطها تقريبا 3000، ودي الإجابة الصحيحة. سؤال آية التاني كان بيقول: ما المقصود بالتغذية العصبية للألياف العضلية؟ ما المقصود بالتغذية العصبية؟ كلمة التغذية العصبية هو أن يتصل ليف عصبي حركي بعدد من الألياف العضلية يتراوح ما بين 5 إلى 100، ويطلق على ذلك الوحدة الحركية. يبقى سؤال آية مرة تاني بيقول: ما المقصود بالتغذية العصبية للألياف العضلية؟ التغذية العصبية هو اتصال الليف العصبي الحركي بعدد من الألياف العضلية يتراوح عددها ما بين 5 إلى 100، ويطلق على ذلك اسم الوحدة الحركية، وأنتم تعلموا أنها هي الوحدة الوظيفية. نرجع لسؤالنا اللي كنا بنعمله، اللي هو وضح بالرسم فطر عفن الخبز وهو يتكاثر بالجراثيم. لو بصينا على الفطر، دي جراثيم ودي حافظة جرثومية، وده اسمه حامل جرثومي، وده خيوط الفطر. وبعدين تساقطت الجراثيم بعد تحررها، يبقى هنا أصبحت تحرر الجراثيم. سقطت إحدى الجرثومات أو الجراثيم على تربة أو على وسط غذائي مناسب، مش تربة، وسط غذائي مناسب. ماذا تحدث أو يحدث لهذه الجرثومة؟ هذه الجرثومة يحصل لها إنبات. لما يحصل إنبات للجرثومة ترجع تديني تاني بالسهم ده الفطر من جديد، تبقى دي جرثومة، والجرثومة هنا تكون أحادية المجموعة الصبغية. لما بتنزل على وسط غذائي مناسب تنبت الجرثومة وتنقسم ميتوزيا، فتعطي أو تنقسم عدة أنوية، فتعطي هذا الفطر ويعيد حياته من جديد. ده السؤال اللي كان بيقول وضح بالرسم التكاثر بالجراثيم. عندنا سؤال بيقول: فسر كيف يمكن الحصول على إنتاج فرد جديد من بويضة أحادية المجموعة الصبغية دون إخصاب. ما أنتوا عارفين الطرق اللي بحصل عليها بدون إخصاب. عندنا كم طريقة؟ عندنا الرج، وعندنا الوخز الدبوس، وعندنا معاملاتها كيميائيا بوضعها في محاليل أملاح غير عضوية، وعندنا باستخدام الكهرباء أو تعرضها لصدمات كهربية ضعيفة، وعندنا برضو تعرضها للإشعاع، وبرضو عندنا أكتر من أسلوب بقدر أعمل بيه تضاعف صبغي، زي المعاملة الكيميائية والمعاملة الحرارية، إن أنا أسخن البويضات تسخينا هينا. سؤال 10، ونرجع للأسئلة اللي أنت بتختار فيها، ولكل فترة هتلاقيها موجودة كنوع من التهدئة العصبية، ما بنحطهاش كلها ورا بعض ولكننا بنحطها في أماكن مختلفة. اختر الإجابة عن أحد السؤالين ألف أو باء. ماذا يحدث إذا كان شريطي الدي إن إيه غير متعاكسين؟ طبعا كل الطلبة كان السؤال ده عندهم غامض لما كان مكتوب
ماذا يحدث اذا كان شريطي الدي ان ايه متوازيين؟ طب ما هم بالطبع متوازيين، بس ما انا مش عارف متوازيين ومتعاكسين ولا متوازيين وغير متعاكسين. هم متوازيين طبعا، متوازيين وغير متعاكسين لا تنشأ رابط هيدروجينية بين القواعد وبعضها، ولن يصبح الدي ان ايه مزدوجا، ده اذا كان غير متعاكسين. لو كان متوازيين ومتعاكسين ستنشأ روابط هيدروجينية بين القواعد النيتروجينية وبعضها، وبالتالي يعمل ذلك على ازدواج جزيء الدي ان ايه. هذا الفرق بين السؤال بصيغته، ومهم جدا ان تكون الصياغة مفهومة للطالب علشان يبتدي يستطيع الإجابة عليها. يبقى نرجع للسؤال، ماذا يحدث إذا كان شريطي الدي ان ايه غير متعاكسين، حتى لو أضيف إليها بقى متوازيين، ما تهمنيش بقى متوازيين، غير متعاكسين لن ترتبط القواعد النيتروجينية ببعضها، لأن يشترط الارتباط أن تكون القواعد أو تكون شريطي الدي ان ايه متعاكسين. طب لو ما عرفتش أجاوب على ألف، أقرأ به وأشوف يمكن أعرف أجاوبها. إذا أضيف إنزيم ديوكسي رايبو نيوكليز إلى عينة من الدي ان ايه تبقى الإجابة، يعمل هذا الإنزيم على تحليل الدي ان ايه تحليلا كاملا. خلاص يبقى ده أجبنا عن ألف وباء، وهاخد درجة عن واحدة منهم بس. علم، تعتبر الانترفيرونات مهمة في علاج الأمراض الفيروسية، هي بس في الأمراض الفيروسية والسرطانية. طب هي ليه مهمة في علاج الأمراض الفيروسية؟ طيب قبل ما جاوب السؤال أشوف أحمد من الجيزة، وبعدين نرجع للسؤال بتاعنا ونقول هل هو سؤال تبع المناعة وجاوبه من المناعة، ولا تبع الدي ان ايه وجاوبه من الدي ان ايه؟ بس قبل ما اجاوب اسال احمد. احمد ازيك؟ ازيك يا مستر، عامل ايه؟ ربنا يبارك فيك، اخبار الاحياء معاك ايه؟ تمام يا مستر الحمد لله. طبعا انت بتراجع؟ براجع اكيد. طيب واكيد وقف عندك اسئله؟ اكيد طبعا. واكيد هتقولها لي ان شاء الله. سؤالين يا احمد فقط. طيب يا مستر بحضرتك، هو كان في سؤال في دراسه التقويم ان هو بيقول ان هو عايز يذكر ثلاث انواع من التكاثر الجنسي لا يحدث فيها تنوع وراثي. عايز ثلاث انواع من التكاثر اللاجنسي، الجنسي، ثلاث انواع من التكاثر الجنسي. ماله بقى؟ لا يحدث فيها تنوع وراثي. لا يحدث فيه تنوع وراثي مع انه جنسي. مع انه جنسي. طيب السؤال الثاني يا احمد. هو مثلا كان في سؤال ان هو في البروجيكت الجزيئيه، اتفضل، ان هو كان بيقول لي ان هو نسبه البروتين في الخلايا، نسبه البروتين في الخلايا ثابته. فسر. ثابته او متساويه؟ ثابته يعني. ثابته. ونسبه الدي ان ثواني يا احمد، متساوي قصدي، معلش، ده اني بروتين الثابت اللي موجود في الخليه ككل، في الخلايا مش اللي موجود جوه النواه، مش الهستوني وغير الهستوني. ايوه تمام. والبروتين الثانيه مثلا هجيب لك السؤال بالظبط، يعني هو بيقول نسبه دي ان ايه في حقيات النواه التي تحمل، لا معلش يا مستر، نسبه الدي ان ايه في حقيقيات النواه التي تحمل شفره معلومه الوظيفه حوالي 25%. لا، اللي معلومة الوظيفة 70%. هو صوب ما تحته خطأ. 25% وتحت خط ده. ايوه تمام. هتشيل 25 وتحط الكام؟ اقل من 70% تقريبا. برافو عليك. ده اساس سؤال بسيط دوت. تمام. ها ايه تاني؟ خلاص كده؟ ولا تتوقف كمية البروتين على كمية دي ان ايه في الخلايا. يتوقف؟ لا تتوقف كمية البروتين على كمية دي ان ايه في الخلايا. برافو عليك. على كمية الدي ان ايه في الخلايا. او انا مثلا بس كان ليا تعليق يعني على السؤالين. عايز ايه؟ كان ليا تعليق يعني على الاجابه بتاعت السؤالين، يعني اتفضل. في دليل التقويم قول. هو مثلا السؤال الاولاني كان في دليل التقويم مكتوب ان هو التوائم المتماثله في الانسان ليس فيها تنوع وراثي. تمام؟ فهو المفروض اساسا يعني على حسب مفهومي للتنوع الوراثي ان التنوع الوراثي دوت بيعزى لعمليه التصارب او العبور في طول التمهيد الاول. تمام. فهو المفروض ان التوائم ايا يكن يعني هي هما الاثنين يعني التوأم زي بعض، بس هما الاثنين نتجوا من انقسام من ظاهره يعني حصل في التوأم ظاهره العبور. تمام يعني. فازاي بقى يبقى هو يعني مفهومش تنوع وراثي؟
يعني انت بتعترض على الاجابه المدونه في الدليل المعروض على موقع الوزاره. ايوه تمام. اشكرك يا احمد، هجاوب لك على اللي انت عايزه. ماشي يا مستر، ربنا يسلمك. شكرا يا احمد. احمد، في بعض الاسئله اللي بتقول ثلاث انواع من التكاثر الجنسي لا يحدث فيها تنوع وراثي. عايز اعلمكم حاجه مهمه جدا، طول ما في تكاثر جنسي يبقى في تنوع وراثي، ما عدا الاقتران الجانبي في الاسبيروجيرا. الاقتران الجانبي في الاسبيروجيرا هو تكاثر جنسي تم بين خليتين متماثلتين تماما على نفس الخيط، على خيط واحد، فهما متشابهين. فإذا كان تكاثر جنسي متشابه فالأفراد الناتجة عنه بتكون متشابهة ويقل عملية التنوع، فيكون هنا أقل تنوعا. لكن الاقتران السلمي يكون بين خليتين متقابلتين في خيطين مختلفين وراثيا، هنا في تنوع. وأنا مع أحمد طبعا في الجزء الثاني، لا يمكن أعتبر أن التوائم المتماثلة تمثل تكاثر جنسي ما فيهوش تنوع وراثي، لا، هم نشأوا عن بويضة، والبويضة نشأت بالانقسام الميوزي، والانقسام الميوزي انقسام يؤدي إلى التنوع. وكان الأولى في هذا السؤال أن يقول بقى تكاثر لا جنسي في تنوع، تكاثر لا جنسي نعكس بقى في تنوع، زي ما حصل في مثلا بويضة ملكة النحل تنشأ عن انقسام ميوزي ولكنها تنتج ذكرا، فجميع الذكور جايين من تكاثر لا جنسي. لكن لو خدت ذكور النحل مش هيبقوا كلهم تيبيكال، مش هيبقوا كلهم شكل بعض بالملي، مش متطابقين في جميع الصفات الوراثيه لانهم ناتجين عن تكاثر لا جنسي. لا، هيبقى في تباين في الصفات بينهما، وهذا يرجع لماذا؟ زي ما قال احمد، لان البويضه تنتج بالانقسام الميوزي، وان الانقسام الميوزي بيحصل فيه حاجتين اتنين، حاجه اسمها التوزيع العشوائي للصبغيات، فيجعل كل بويضه تختلف عن الاخرى، بالاضافه زي ما قال برضو حدوث العبور. عشان كده السؤال مش موفقين فيه بشكل جيد، لكن احنا هنجاوب بنقول انا هقول مثال واحد فقط وليس ثلاث امثله، هو الاقتران الجانبي تكاثر جنسي. لان التكاثر الجنسي اللي عندي بعد كده لما نيجي نشوفه هنلاقيه مثلا زي مين؟ التكاثر الجنسي بالاطوار المشيجيه في البلازموديوم بتاعه الملاريا، قد لا يؤدي الى تنوع لانها خلايا بسيطة التركيب، بالإضافة لأنها جاية من تكاثر لا جنسي. يبقى الاحتمالات اللي عندي ديت، ومش هضيف عليهم طبعا التوائم المتماثلة. السؤال التاني بتاع أحمد بيقول لا تتوقف كمية البروتين على كمية الدي ان ايه في الخلايا. العبارة صحيح، لأن في بعض الكائنات تكون تملك كمية دي ان ايه تعادل 30 مرة اللي موجودة في الانسان، زي ما حصل في حيوان السلمندر، ومع ذلك ينتج بروتين ايه؟ ينتج بروتين اقل. وبالتالي لا توجد علاقه لا طرديه ولا عكسيه بين ما تحتويه الخليه من دي ان ايه في الكائن الحي وما تنتجه من بروتين، لان قد تنتج اقل رغم قله الدي ان ايه، وقد تنتج اكثر رغم قد تنتج اقل رغم زياده كميه الدي ان ايه، وقد تنتج اكثر رغم قله كميه الدي ان ايه، فلا يعتبر أي علاقة بينها. أنا بشكر أحمد ونكمل أسئلتنا. بيقول تعتبر الانترفيرونات مهمة في علاج الأمراض الفيروسية. ليه؟ لأنها تمنع انتشار الفيروس. لأن دور الانترفيرونات أنه ينتقل من الخلايا المصابة إلى الخلايا السليمة علشان يحثها على إفراز أو تكوين إنزيمات تقاوم تضاعف المادة الوراثية للفيروس، وبالتالي بقى منعنا انتشار الفيروس. نرجع للأسئلة اللي قلت لكم عليها، اللي احنا بنختار فيها بين حاجتين، اذكر مكان وظيفة، اختر إجابة عن أحد السؤالين ألف وباء. نصيحتي ليكم يا جاوب ألف يا جاوب ب في الأول، ولو في وقت أرجع أكمل اللي أنا كنت عايزه. مكان وظيفة نسيج النيوسيلا، وب مكان وظيفة المبيضين في أنثى الإنسان، ودي عدلناها كانت موجودة المهبل، وأفضل إن احنا نكتب المبيضين لوضوح الإجابة في الكتاب. مكان وظيفة نسيج النيوسيلا، مكانه يحيط، أولا هو في البويضة، مكانه في البويضة يحيط بالكيس الجنيني. طب وظيفة نسيج النيوسيلا، تعتمد عليه البويضة كغذاء عند نضجها،
تعتمد عليه البويضة كغذاء مدخر يعني عند النضج. يبقى النضج بيعتمد على الغذاء المدخر في النيوسين. طب المبيضين في أنثى الإنسان مكانهم؟ مكان المبيضين على جانبي عظام الحوض، على جانبي عظام الحوض، ده المكان. طب والوظيفة؟ وظيفة المبيضين مزدوجة، نمرة واحد إنتاج البويضات، فهي تنتج بويضة واحدة كل مبيض ينتج بويضة واحدة كل 56 يوما، أو يتبادل المبيضان في إنتاج بويضة واحدة كل 28 يوم. يعني لو سألت على مبيض واحد يبقى كل 56 يوم بينتج بويضة، لو سألت على المبيضين أو يتبادلان في إنتاج البويضات بويضة واحدة كل 28 يوم. ده من حيث إنتاج البويضات. أما الوظيفة الأخرى للمبيضين إفراز الهرمونات. كم هرمون بيفرزهم المبيض؟ المبيض يفرز هرمونين، إيه هما؟ الهرمون الأول الأستروجين، وهو هرمون مسؤول عن ظهور الصفات الجنسية الثانوية الأنثوية وتنظيم دورة الطمث ونمو الغدد الثدية. وظيفة البروجسترون الهرمون الثاني، البروجسترون يعمل على زيادة سمك بطانة الرحم ويجعلها غدية ويزداد امتداد الدموي في بطانة الرحم، ويعمل على نمو الغدد الثدية أثناء الحمل ويمنع التبويض. دي كلها وظائف هرمونات المبيض. قارن بين سؤال رقم 13، قارن بين قبل ما نكمل المقارنة نشوف نهلة. نهلة ازاي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ حسن؟ ربنا يخليكي يا نهلة. الحمد لله. كان معايا سؤال اختياري. طب اقول لك على حاجة، وطي التلفزيون واسمعيني بس من التليفون دلوقتي. حاضر. طب ثواني. السؤال الأول بيقول لي يتأثر الكبد في الإنسان بهرمون نقط يتأثر الكبد في الإنسان بهرمونان بهرمونان تمام الأنسولين الأدرينالين الجلوكاجون جميع ما سبق أنت إيه رأيك؟ أنا بقول الأنسولين والجلوكاجون ده ما راحش أخد منه جليكوجين من الكبد وحطه في الدم لما تنقص عندك السكر في دمك؟ يبقى الأدرينالين والجلوكاجون. الجلوكاجون. طيب والأدرينالين لما اتعرضتي لموقف اتخضيتي فيه وخفتي الأدرينالين راح أثر حالة الغضب والإثارة. الله ينور عليك. يبقى كم هرمون بيأثر على الكبد قلتيهم دلوقتي؟ يبقى الجلوكاجون. يبقى ثلاثة، أنسولين الأنسولين والأدرينالين وأدرينالين. تبقى الإجابة جميع ما سبق. جميع ما سبق. السؤال الثاني. السؤال الثاني معلش. ماشي. أنا أي من الهرمونات التالية يؤثر في الأنسجة غير الغدية؟ أي من الهرمونات التالية يؤثر في الأنسجة غير الغدية؟ الغدية اللي EDH EGH FSH زائد LH FSH LH ACTH ACTH. أشكرك يا نالة واسمعيني بقى إجابتك من التلفزيون. أي من الهرمونات التالية يؤثر في الأنسجة غير الغدية؟ بقى احنا عندنا نوعين من الأنسجة، أنسجة غدية وأنسجة غير غدية. أنسجة غدية اللي هي مشكلة غدة تفرز هرمون آخر، والغير غدية اللي تشتغل على طول بدون انها تكون افرازها هرمونات. فلو بصيت على الاي جي اتش الاقيه راح اثر على مين وعلى مين؟ يبقى الاجابه بتاعتنا هي الف. الاجابه الف. ليه الف؟ لو هظللها عشان اي جي اتش راح اثر على انسجه غير غديه هي نفرونات الكلى ليحثها على اعاده امتصاص الماء الى الدم، ادي واحد. اتنين، راح اثر على عضلات الملساء في جدار الوعاء الدموي مسبب انقباض العضلات، يبقى لما تنقبض العضلات يزود ضغط الدم، وعضلات الوعاء الدموي ونفرونات الكلى كل منهما ليس بأنسجة غدية، ويبقى العبارة اختيارها ADH. نرجع لسؤال المقارنة اللي بيقول قارن بين هرمون FSH وهرمون البروجسترون وركز معايا وجه المقارنة. عضو الإفراز والوظيفة، صحيح كان مكتوب قبل كده مكان الإفراز،
فمكان الافراز واحد، الدم والدم، لا احنا عايزين اختلاف. يبقى عضو الافراز، يا ترى عضو الافراز في حاله الاف اس اتش مين؟ عضو الافراز في الاف اس اتش الفص الامامي الغده النخاميه. طب عضو الافراز في هرمون البروجسترون؟ لا، هرمون البروجسترون ده بيفرز من مكانين، من الجسم الاصفر في المبيض، ادي مكان، ومن المشيمه في الرحم. حددت المكان، ندخل على الوظيفه. وظيفه اف اس اتش، وظيفه البروجسترون، وظيفه الاف اس اتش بتعمل ايه؟ بتعمل نمو، تسبب نمو حويصله جراف لانضاج البويضه. ده وظيفه الاف اس اتش. ده وظيفه الاف اس اتش فين؟ عند الانثى. طب ما لها وظيفه اف اس اتش عند الذكر، اسيبه ولا اكتبه؟ لا اكتبه. يبقى عمل ايه؟ عمل نمو في حويصله جراف لانضاج البويضه، ده عند الانثى. طب وعند الذكر؟ مسؤول عن تكوين الانيببات المنويه والحيوانات المنويه. يبقى اللي هيكتب وظيفه واحده هياخد نص، واللي هيكتب الوظيفتين ياخد الدرجه كامله. شفت قد ايه دقتنا؟ لانك ممكن تنسى تكتب عند الذكر او تنسى تكتب عند الانثى. طب البروجسترون؟ لا، هو عند الانثى فقط. ايه دوره؟ ثلاث حاجات انتوا كلكم عارفينهم: زياده سمك بطنه الرحم وتصبح غديه، بالاضافه لزياده الامداد او تدفق الدم فيها والامداد الدم فيها، بالاضافه لنمو الغدد الثدييه ومنع التبويض. دي كانت الاجابه على السؤال رقم 13. طيب نشوف ندى من سوهاج. ندى ازيك؟ ازيك يا مستر؟ معايا سؤال. اتفضلي، سؤالين اتنين اقصى حد لكل طالب يعني، اتفضلي. كم عدد مرات حدوث انقسام ميوزي كام؟ كم عدد مرات حدوث الانقسام الميوزي الثاني؟ حدوث انقسام ميوزي كام عند امرأة تبلغ من العمر 35 سنة؟ عند امرأة 35 سنة؟ إذا علمت أنها أنجبت طفلين وأجهزت ثلاث مرات. إذا علمت أنها أنجبت طفلين، طفلين ربنا يبارك لهم، وأجهزت ثلاث مرات، وأجهضت ثلاث مرات، ثلاث مرات، واستخدمت أقراص منع الحمل لمدة سنتين، واستخدمت أقراص منع الحمل لمدة سنتين. أي خدمة؟ في سؤال تاني؟ أيوة يا مستر. قولي. هو عدد الأنوية التي تشارك في تكوين حبة القمح؟ عدد الأنوية التي تشارك في تكوين حبة القمح. شكرا. خمسة بس يا مستر. خلاص هقول لك، ولا انت تقول البدائل؟ لا مش على بدائل. هو طب لو كانت النباتات ذات الفلقتين يبقى نفس الإجابة خمسة برضو؟ إن شاء الله. ماشي يا مستر. ماشي يا ندى، اشكرك على اتصالك يا ندى. واسمعيني بقى من التلفزيون، عندها سؤالين. سؤال عباره عن قصه، وقصه جميله يعني. بقول عدد مرات حدوث الانقسام الميوزي الثاني عند امراه 35 سنه، تفرقش معايا بقى طالما ست يعني متزوجه. اذا علمت انها انجبت طفلين، معنى انها تنجب طفلين يعني الطفلين دولت كل واحد جاي من انقسام ميوزي ثاني، وبالتالي حدث مرتين، مرة في الطفل الأول ومرة في الطفل الثاني، أدي مرتين. وأجهضت ثلاث مرات، ما كل مرة حدث فيها إجهاض كان يحدث انقسام الميوزي الثاني، لأن انقسام الميوزي الثاني لا يحدث إلا لحظة إخصاب البويض، سواء بقى كان الجنين هيكمل أو يجهض. وبالتالي أدي كمان ثلاث مرات، يبقى خمس مرات. أما إنها استخدمت أقراص منع الحمل، وأنتم عارفين إن أقراص منع الحمل منعت التبويض، وبالتالي طالما منعت التبويض مفيش بويضه عندي في قناه فالوب، وطالما مفيش قناه او مفيش بويضه في قناه فالوب، اذا لن يتم الانقسام الميوزي الثاني. اذا هما خمس مرات فقط عدد مرات الانقسام الميوزي عند هذه المراه والقصه الجميله. عدد الانويه تشارك في تكوين حبه القمح، احنا انتوا عارفين هما خمس انويه، وانا عارفين طبعا نواتان ذكريتان بالاضافه النواه البيضه ونواة تكيس الجنين، لأن اندماج نواة ذكرية مع نواة البيضة يديني الجنين أو زيج يديني جنين، أدي نواتين. واندماج نواة ذكرية الثانية مع نواة تكيس الجنين تكوين اندوسبيرم، أدي ثلاثة، بقوا كله خمسة. طب تفرق إيه بقى فلقة من فلقتين؟
انا خلاص حدث الاندماج وحدث الاخصاب المزدوج وشاركت الخمس انويه في اتمام الاخصاب، مصير الاندوسبيرم ايه؟ يبقى ولا يتلاشى؟ يبقى اذا احتفظ الجنين به، ويتلاشى اذا تغذى عليه الجنين. فاذا بقي الاندوسبيرم سميت بذور اندوسبرميه وهي الحبوب زي حبه القمح، واذا تلاشى نتيجه تغذيه الجنين عليه النتيجه بقت بذور لا اندوسبرميه. ولما تبقى بذور لا اندوسبرميه تبقى ذات فلقتين. اذا في الحالتين ذات الفلقه وذات الفلقتين، في الحالتين الاجابه واحده يا ندى، خمسه انويه. اسلام من اسكندريه. أيوة. اسلام، ايوه، ازيك يا اسلام؟ الحمد لله بخير يا حضرتك، ربنا يبارك فيك. اخبار المراجعه معاك ايه؟ الحمد لله تمام. وتزايد الادرينالين خلي بالك من نفسك ان شاء الله. قولي اسئلتك في حدود سؤالين. هو سؤال واحد بس. اتفضل. تتابع في الدروسيلا؟ تتابع؟ تتابع اللي في الدروسيفلا. يتكرر حوالي 100,000 مرة ولا يمثل شفرة؟ يتكرر 100,000 مرة ولا يمثل شفرة. أو ما أنا صح غير معلوم. أيوة صح جدا. التتابع أنت لازم تحفظه، اي جي اي اي جي. بس كده يعني. التتابع الذي يوجد كده. نعم؟ يعني هكتب التتابع ده بس كده. هتكتب التتابع ولكنه ليس مصطلح علمي، ده عباره عن اكتب ما تدل عليه العباره التاليه. ايوه صح تمام يا حبيبي. تمام اشكرك. اشكرك يا اسلام. نرجع بقى للسؤال رقم 14 في البوكلت الرابع اللي كان عامل لكم شويه صداع. قاعده نيتروجينيه احاديه الحلقه ترتبط مع قاعده نيتروجينيه مكمله لها برابطتين هيدروجينيتين. هنصلح عندنا في الورق اللي كان موجود رابطه هيدروجين ثنائي، مفيش رابطه هيدروجين ثنائي، برابطتين هيدروجينيتين. تفتكروا الاحاديه اللي بترتبط مع قاعده نيتروجينيه مكمله لها برابطتين، هو طالب على الاحاديه اللي هي من البيرميجينات اللي هي عباره عن ايه؟ الثيمين والسيتوزين. طب نشوف مين فيهم. الثيمين بيرتبط برابطتين والسيتوزين بثلاثه، يبقى انا عندي الاجابه هنا الثيمين. ونشوف مروان من المنوفيه. مروان ازيك؟ ازيك يا مستر؟ ربنا يخليك. سؤال بس، كان بيقول تورم الأنسجة في مكان الالتهاب يرجع إلى تورم الأنسجة في مكان الالتهاب يرجع إلى تمدد الأوعية الدموية. تمدد الأوعية الدموية. زيادة نفاذية الأوعية الدموية للسوائل. زيادة نفاذية الأوعية الدموية للسوائل. انقباض الأوعية الدموية. انقباض الأوعية الدموية. وكل من ألف وب. ألف وب معا. في حاجة تانية مروان؟ وكان ماذا يحدث إذا كانت نسبة البروتين في الخلايا ثابتة ونسبة الدي إن إيه متغيرة؟ ماذا يحدث في حالة إذا كانت نسبة البروتينات هي اللي ثابتة والدي إن إيه متغير، مش كده؟ سؤال كمان بس يا مستر. كمان سؤال مروان. عدد القواعد النيتروجينية التي تساهم في تركيب الأحماض النووية. عدد القواعد النيتروجينية التي عدد أنواع عدد أنواع القواعد النيتروجينية التي تدخل التي تساهم في تركيب الأحماض النووية. الأحماض النووية. أشكرك. وعدد أنواع النيوكليوتيد برضه. طيب ممكن تسمعني، هجيب لك برضه وعدد أنواع النيوكليوتيدات. أنت شاطر يا مروان؟ الحمد لله يعني. في الأحياء. الحمد لله. طب هتذاكر عربي من إمتى؟ يوم الأحد كده. ربنا يوفقك وإن شاء الله كده يعني موفق دايما يا رب. مروان عنده مجموعة من الأسئلة بتقول تورم الأنسجة في مكان الالتهاب يرجع إلى، هل تمدد الأوعية الدموية سبب التورم؟
ولا زيادة نفاذية الأوعية للسوائل سبب التورم، ولا انقباض الأوعية الدموية، ولا ألف وباء معا؟ هو أقرب أن يكون ألف وباء. ليه؟ لأن لما تمددت الأوعية الدموية أدت لزيادة النفاذية، فأصبحت باء مترتبة على ألف، وتمدد الأوعية الدموية زود من تدفق الدم فزود من خروج السوائل، فأصبح ألف وباء مشتركين معا في تورم الأنسجة، سواء كان باء بشكل مباشر أو ألف بشكل غير مباشر. السؤال الثاني، ماذا يحدث إذا كانت نسبة البروتينات ثابتة والدي إن إيه هي المتغير؟ يبقى معنى ذلك أن مادة الوراثة ستصبح هي البروتين وليس الدي إن إيه بكل بساطة. السؤال بقى الأخير لمروان بيقول عدد أنواع القواعد النيتروجينية اللي بتدخل في تركيب الأحماض النووية. عدد أنواع القواعد هم خمسة: أدينين، جوانين، سيتوزين، سيمين، يوراسيل. هم دول اللي بيدخلوا في الدي ان ايه وفي الار ان ايه. سواء بيدخل في الدي ان ايه اربع قواعد: ادينين، جوانين، سيتوزين، سيمين، وبيدخل في الار ان ايه اربع قواعد: ادينين، جوانين، سيتوزين، يوراسيل. لكن لما يسالني على عدد انواع القواعد النيتروجينيه تبقى خمسه، لكن لما يسالني عن عدد انواع النيوكليوتيدات، وهو الذكاء من مروان في السؤال ده، تبقى مش خمسه. ليه؟ لان نيوكليوتيد الدي ان ايه ليست مثل نيوكليوتيد الار ان ايه. فنيوكليوتيد الدي ان ايه سكرها ديوكسريبوز، ونيوكليوتيد الار ان ايه سكرها ريبوز، ومش هنقدر نقول خمسة. ونقع في الغلطة اللي انت كنت عايز توقعني فيها يا مروان، لا مش خمسة، امال كام؟ تسعة. ليه تسعة؟ لان عندي عدد نيوكليوتيدات كالاتي: في نيوكليوتيد الادينين بتاعة الدي ان ايه، وفي نيوكليوتيد الادينين بتاعة الار ان ايه، وهكذا. طيب ماشي يا مروان، فهمتني كده اكيد. احمد من القاهره. احمد ازيك؟ ايوه مستر ازيك. احمد ازيك؟ ازيك يا مستر، عامل ايه؟ ربنا يبارك فيك، اخبارك واخبار مذاكرتك؟ الحمد لله كويس. متفائل بالبوكلت ولا متشائم؟ لا متفائل. تتوقع تسريب امتحان ولا اصبح عندك مفيش فكره التسريب؟ والله ممكن. لا عم. انا باكد لك بقى ان شاء الله، واحنا في ايام مفترضه في رمضان كده، في صعوبه قوي في تسريب هذا الامتحان، لان ما زال بعض الناس، مش بعض، كثير من الناس ما زال عندهم ضمير، والضمير ده مهم جدا. وحته اللي بيسرب الامتحان ده خائن للامانه، سواء كان طالب او مدرس او عامل في مطبعه او الاخر، ده خيانه للامانه. ان انا اسرب وابيع الامتحان الصبح بكذا وبعد الظهر بكذا وقبل معلش احمد انا طولت عليك، معلش اسف. احمد؟ نعم. يلا قول سؤالك. اسئلة اختيارات. عندك ثلاثة اسئلة ولا سؤالين؟ لا سؤال واحد بس. طب زي الفل. اي مما يلي، اي مما يلي يمثل، يمثل تتابع، تتابع تعرف، تعرف لانزيم كسر ما، انزيم قصر ما، وعندك اربع بدائل. مش كده؟ راح عليا بقى وانت بتمدي لي تتابع النيوكليوتيدات يا حبيبي. ماشي. لان انت هتعمل لي في ازواج. قول. ثلاثة شرطة. ثلاثة شرطة. سي سي. سي سي. جي جي. جي جي. خمسة شرطة. خمسة شرطة. اكتب انا اللي قصاده. خمسة شرطة. جي جي. سي سي. ثلاثة شرطة. ادي واحد. التاني بقى. ثلاثة شرطة. ثلاثة شرطة برضو. سي. سي. تي. سي. جي. جي. ايه. ايه. خمسة شرطة. خمسة شرطة. واللي قصاده. يبقى جي. جي. سي. تي. ثلاثة شرطة. اللي بعده. ثلاثة شرطة. ثلاثة شرطة. ايه. ايه. سي. 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 ايه. ايه. خمسة شرطة. خمسة شرطة. يبقى تي. جي. جي. تي. ثلاثة شرطة. اخر واحد. ثلاثة شرطة. ثلاثة شرطة. جي جي. جي جي. ايه ايه. ايه ايه. خمسة شرطة. خمسة شرطة. يبقى ثلاثة شرطة الناحية دي. يبقى تي تي. سي سي. خمسة شرطة. طيب احمد، احنا عندنا يا احمد حاجتين اتنين لازم يتوفروا في موقع التعارف. الاول لازم يتراوح عددها ما بين اربعة الى سبعة، وألف وبه وجيم ودال ينطبق عليهم من أربعة لسبعة. الشرط الثاني يا أحمد أن يكون تتابع
أحد الشريطين هو نفسه على الشريط الآخر إذا كانت تقرأ الشفرة من 5 لـ 3 أو تتابع، يبقى من 5 لـ 3 جي جي سي سي أقرافه جي جي سي سي، إذن الإجابة ألف ب وجيم ودال خطأ. يبقى إجابتنا لأحمد سؤال اختار متعدد. بيقول لي موقع التعرف، مين منهم من الأربعة دول يمثلوا موقع التعرف اللي كان أحمد بيسأله؟ في شرطين لموقع التعرف، إن يكون عدد النيوكليوتيدات 4 نيوكليوتيدات إلى 7 نيوكليوتيدات يتراوح ما بينهم، والحمد لله كلهم أربعات. السبب أو الشيء الثاني أن يكون تتابع النيوكليوتيدات في أحد الشريطين هو نفس التتابع على الشريط الآخر إذا كانت من 5 إلى 3. لما تيجي تقرأ اللي فوق ديت من 5 لـ 3 اقرأ بقى من يمين للشمال جي جي سي سي. يقول لي أنت بتقرأ إنجليزي، أقول له آه أنا مش بليش دعوة بالإنجليزي، أنا هقرأ من 5 لـ 3 جي جي سي سي. طب اقرأ ده كمان بقى من 5 لـ 3 من 5 لـ 3 جي جي سي سي. إذا الاختيار ألف ده سؤال أحمد. نيجي نقول ماذا يحدث في سؤال البوكلت الرابع إذا تعرضت الأميبا لظروف بيئية غير مناسبة. لو تعرضت الأميبا لظروف بيئية غير مناسبة تحيط نفسها بحوصلة كيتينية وتنقسم مرات عدة مرات علشان تتكاثر تكاثرا بالانشطار العديد المتحوصل. هذه المجموعة من الأسئلة هناخد فيها فاصل علشان تاخد نفسك معايا وتحضر أسئلتك وتقعد قدام التلفزيون مرة تانية وتحضر الأسئلة اللي انت عايزها، ونخرج لفاصل ونعود مرة أخرى وأترككم في رعاية الله. مرة تانية وعودة لبرنامج مدرسة على الهواء وحلقة مراجعة على الامتحان الرابع أو صيغة امتحان الرابع أو البوكلت الرابع من امتحانات الوزارة في مادة الأحياء. كنا وصلنا للسؤال رقم 15 وكنا أجبنا عليه بأن الأميبا تحيط نفسها بحوصلة كيتينية لحمايتها من الظروف الغير مناسبة، وتستغل هذه الفترة في الانقسام والانشطار العديد المتكرر. نروح لسؤال آخر بيقول ادرس الشكل الذي أمامك. ما أهمية البيان رقم 1؟ طبعا يمكن يكون الصورة مش واضحة قوي، لكن هو مفصل ركبة، وإحنا عندنا رقم 2 ورقم 3 ورقم 1. 1 ده رباط صليبي، ولأنه للخارج يبقى هنسميه رباط صليبي أمامي. ما اسم، طيب معلش نقول يمنى وبعدين نرجع للسؤال مرة أخرى. يمنى ازيك؟ الحمد لله يا مستر، ازي حضرتك؟ ربنا يخليك. مستر كان عندي استفسارات كده بس. اتفضل. هو دلوقتي في اللي هو لما يجيب لي كذا كودون وبادئ من كودون بس مثل A و Z، مش مهم ماشي، ابدا اترجم من بعد الA و Z ولا من الكودون اللي قبله؟ تترجمي يعني هو مديك شريط، مديك جزيء دي ان ايه ولا ام ار ان ايه؟ لا ام ار ان ايه. هترجم من اول كودون، من اول كودون خالص. من اول كودون. هو اعتبر ان الA و Z مش موجود او كان موجود قدام واحنا مكملين، يعني بحكي لك القصه من النص يعني. تمام ماشي. طب عندي مصطلح توقف العضله عن العمل اجباريا نتيجه انقباضها بصوره متتاليه وسريعه لمده طويله. توقف العضله عن الانقباض اجباريا. اجباريا نتيجه انقباضها بصوره متتاليه وسريعه لمده بسبب طويله. بسبب قولي تاني. بسبب انقباضها بصوره متتاليه. انقباضها بصوره متتاليه وسريعة لمدة طويلة. تفتكري انت لو عملتي الحركة دي وتوقفت العضلة عندك اجباريا بسبب انك عملتي ماتش جامد قوي، ده يسموه ايه؟ ده يسموه الشد العضلي. صح كده؟ لانها توقفت عن الانقباض اجباريا مش مزاجك. تمام. ايه تاني؟ في سؤال ثاني في اللي هو السؤال بتاع الولد اللي هو لما قال اللي هو الجنسي لا ينتج عنه تنوع وراثي. اللي هو تكاثر جنسي لا ينتج عنه تنوع وراثي. التكاثر اللا جنسي ولا الجنسي؟ الجنسي. الجنسي لا يؤدي الى تنوع وراثي، وكان معترض على التوائم. هلا يا يمنى. ايوه معاكي مستر. ينفع نقول اللي هي بتاع تكاثر جنسي في فتره الخميره؟
هو فترة فطر الخميرة الخبز. انت عندك تكاثر جنسي في فترة عفن الخبز في الظروف اللي هي الغير ملائمة. انت ما عندكيش يا بابا، انت عندك عفن خبز يتكاثر لا جنسيا بالجراثيم، ما عندكيش تكاثر جنسي. تمام ماشي. وبيعمل على فكرة بالاقتران وده مش مكرر عليكم. أيوة. فما تاخديش حاجة اكتر من اللي موجود في الكتاب. ماشي. تمام كده. خلينا في ضوء اللي متاح في الكتاب. شنو عندك؟ اقتران جانبي من خليتين متجاورتين. تمام. ده تكاثر جنسي ولكنه تكاثر جنسي لا يؤدي الى التنوع. ماشي. طيب اشكر يمنى على اتصالها. نرجع للسؤال، ما نوع المفصل الذي بالشكل؟ المفصل اللي هنا ده نوعه ايه؟ يبقى مفصل زلالي. طيب نوع الحركه فيه ايه؟ محدود الحركه. ما اسم البيان الذي يربط عظمه الفخذ بعظمه الشظ؟ ده رباط جانبي. يبقى في رباط وسطي اللي هو رقم 2 وفي رباط جانبي اللي هو بيصل ما بين عظمه الفخذ والشظ. نروح السؤال رقم 17، وضح بالرسم مع كتابه البيانات قطاع عرضي في خصيه ذكر الانسان. ده يجي في الامتحان، يجي في الامتحان. طب نوضح رسم قطاع في خصيه ذكر انسان. انتوا عارفين انه في مجموعه من الاجزاء، فلما اجي اشوف ده جزء من انيببه وده جزء من انيببه وده جزء من انيببه وما بينهما مجموعه من الخلايا هنسميها الخلايا البينيه. وبعدين فوق الجدار بالظبط للداخل مجموعه خلايا، وهذه الخلايا تسمى امهات المنيه. طب واللي قبلها كانت خلايا منويه ثانويه، لكن الخليه الكبيره دي قوي والخليه الكبيره دي قوي دي اسمها خلايا سرتولي. كل خليه من دولت لما تكبر شويه في الحجم تدي خلايا منويه اوليه، ولما تنقسم انقسام ميوزي اول تدي خلايا منويه ثانويه، ولما تنقسم انقسام ميوزي تاني تدي طلائع منويه، ادي اربع طبقات اهمت، والتشكل تديني الشكل اللي انا برسمه دلوقتي اللي هي مين بقى؟ الحيوانات المنويه اهي. طب ليه رؤوسها كده جنب خلايا سرتولي؟ ما انتوا عارفين ان خلايا سرتولي هي المغذيه للحيوانات المنويه. اخر صف هو زي ما انا رسمت كده الحيوانات المنويه. طب الترتيب والبيانات دي اسمها أنيببة منوية، لكن الخلايا دي اسمها خلايا بينية وهي المسؤولة عن إفراز هرمونات البلوغ تستوستيرون أندروستيرون. طيب نيجي للخلايا دي اسمها خلية سرتولي، دي أمهات المنية. أكتب لكم قدام كل واحد كم نون. خلايا البينية 2 نون، خلايا سرتولي 2 نون، أمهات المنية 2 نون جاء من قسمات ميتوزية، ودي خلايا منوية أولية ما زالت 2 نون، واللي بعدها خلايا منوية ثانوية بقت نون لأن عدت عن قسم ميتوزي أول، واللي بعدها طلائع منوية وبرضو نون جاء من قسم ميتوزي تاني، وأخيرا حيوانات منوية أيضا نون. يبقى ده القطاع بتاع الخصية في ذكر الإنسان، وده اللي بيؤكد إن إحنا عندنا اللي أنتوا شايفينه. طبعا السؤال اللي بعد كده هو اذكر الدور الذي يقوم به هرمون الثيروكسين في الإنسان. اذكر الدور الذي يقوم به هرمون الثيروكسين في الإنسان. عارفين انتوا هرمون الثيروكسين ده ليه كم وظيفه؟ اولا هو الذي يحفز على امتصاص السكريات الاحاديه من الامعاء الدقيقه. نمره 2 هو المسؤول عن سلامه الجلد والشعر. نمره 3 هو المسؤول عن الايض الاساسي في الجسم. يعني كل هذه هي وظائف للثيروكسين، هو اللي بيديني الطاقه، عشان كده هو مسؤول عن الايض الاساسي، هو مسؤول عن سلامه الجلد ومسؤول عن سلامه الشعر، هو اللي بيحفز امتصاص
بالإضافة إني مسؤول عن النمو سواء العقلي أو البدني، مسؤول عن النمو البدني والعقلي وتطوره. عشان كده لما يقل السيلوكسين ماذا يحدث للعقل؟ النمو العقلي يقل، أو معنى أصح ما ينموش بشكل يتناسب مع عمره الزمني، عشان كده عنده نوع من التأخر العقلي إذا كان عنده نقص في السيلوكسين. فنقص السيلوكسين أو زيادته ليس مرغوب فيه، فالنقص يسبب أمراض والزيادة أيضا تسبب أمراض. اختر الإجابة عن أحد السؤالين ألف وباء. طبعا في الامتحان بتاع الأخير بقى إن شاء الله آخر السنة هتلاقي سؤال اختار متعدد، ده اللي بيقول لك سؤال وعنده أربع بدائل ألف وباء وجيم ودال، عادة بيجي إجباري. ليه بيجي إجباري؟ لأنه سؤال سهل، لا يستحق هذا السؤال إن أنا أخليه اختياري. ومع ذلك في البوكلت الرابع وضعت هذه الأسئلة، رغم أنها أسئلة سؤال اختياري لكن وضعت في بند السؤال الذي يختار منه الطالب أحدهما. هنتعاون مع هذا السؤال. الجزيء الكيميائي الذي يقرأ لغة الأحماض الأمينية في سيتوبلازم الخلية هو إما RNA tRNA rRNA ولا DNA؟ اللي بيقرأ لغة الأحماض الأمينية في السيتوبلازم. طب ما تيجي نستبعد، ده الـ RNA الريبوسومي لا حول له قوة، ده موجود جوه الريبوسومات هيقرأ إيه؟ والـ RNA الرسول اللي هو الام ده شايل تتبعات أو قواعد لكودونات تمثل شفرات الأحماض الأمينية، مش هو اللي هيقرأ لغة الأحماض الأمينية اللي في السيتوبلازم. اللي هيقرأ لغة الأحماض وينقلها لي إلى مكانها هو الـ tRNA. يقع مضاد الكودون على جزيء، مين اللي عنده مضاد كودون؟ هل الـ DNA؟ ولا mRNA ولا tRNA ولا rRNA؟ لا tRNA. وذلك انا بقول ليه ما تجيش بقى تجيلي انت كواضع امتحان وتيجي على السؤال السهل وتعمله لي اختياري ابقى انا ما استفدتش حاجه، وتجيلي على سؤال صعب وتعمله لي اجباري. لا انا مش عايز السؤال بتاع اختيار متعدد ده، مش عايزه من ضمن الاختيارات. ليه؟ لانه سؤال سهل، سؤال يسهل استبعاد بعض الإجابات عنه، سؤال إن أنا أقدر أقول ده ولا ده، لا ده أكتر، ده يمكن قوي شوية، يعني برضه مش بالصعوبة اللي هي. فرجاء خاص بالنيابة عن كل طلبة الثانوية العامة، خلي دايما السؤال الذي تختار بين سؤالين يكون في المواضع الصعبة أو في الأسئلة الصعبة. ماشي؟ محمد من سوهاج. محمد إزيك؟ الحمد لله. أخبار المذاكرة؟ الحمد لله كويس. الحمد لله نشكر ربنا دائما. الحمد لله. عندي كم سؤال؟ عندي ثلاث سؤالات. مش المفروض إن احنا اتنين؟ معلش يا مستر. المرة دي قول. ينتج الحبل السري في جنين الإنسان؟ ينفذ؟ ينتج. الحبل السري؟ الحبل السري. في جنين الإنسان؟ في جنين الإنسان. من التحام حواف؟ من التحام حواف. الرهل ولا السل ولا المشيمة ولا الأمعاء؟ الرهل ولا السلي ولا المشيمة؟ المشيمة أو الأمعاء؟ ولا الأمعاء. السؤال الثاني يا محمد. أكثر فترات التكوين الجنين النشاط في الإنسان؟ أكثر فترات التكوين الجنيني في الإنسان. أكثرها من حيث الإيه؟ ما قالش الأهمية؟ لا قال لي في الشهر الثالث ولا في الشهر في الأشهر المتوسطة ولا الأشهر الأخيرة؟ تاني يا محمد البدائل إيه بقى؟ الأشهر الثلاثة الأولى. الأشهر الثلاثة الأولى أو الأشهر المتوسطة ولا المتوسطة ولا الأخيرة؟ ولا الأخيرة؟ ها ده من حيث إيه بقى؟ أكثر فترات التكوين من حيث إيه؟ هو ما قالش من حيث نشاطاً في الإنسان. أكثر فترات التكوين الجنسي في الإنسان نشاطاً، مهم قوي عشان عايز أعرف من إيه، من حيث المدة، من حيث النشاط، من حيث تكوين أعضاء إلى آخر. سؤال الثالث والأخير يا محمد. في الشهر الخامس. في الشهر الخامس. الخامس يستمر دور إنضاج البويضة في الشهر الخامس. يستمر طور إنضاج البويضة وإنماء الرحم. وإنماء الرحم لمدة 15 يوم. لمدة 15 يوم والعشرة والأربعتاشر ولا عشرة والأربعتاشر ولا 28 كله أيام مش كده؟
طب اسالك على حاجه يا محمد. نعم. في الشهر الخامس من ايه؟ ما هو ما قالش برضه، مش عارف ايه السؤال ده. الله، هو 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 يا محمد يا حبيبي، هو في الشهر الخامس من الحمل لو افترضت في حمل، في بويضه هتنضج؟ لا. طب امال يبقى السؤال ازاي؟ وانماء الرحم، رحم ايه اللي هينمو؟ والرحم نامي بقاله خمس شهور وشغال، الله ينور. مش عارف السؤال ده. لا طبعا السؤال فيه خطا جامد، لان لا تنضج بويضه اثناء الحمل، لا تنضج بويضه اثناء الحمل. ماشي؟ فانا هستبعد السؤال الثالث لغايه ما تصلحوا لي اذا كان يمكن تصليحه. اشكرك محمد، وتقدر تسمعني من التلفزيون. ينتج الحبل السري في جنين انسان من التحام حواف الرهن، يبقى الاجابه هنا الرهن. السؤال الثاني، اكثر فترات التكوين الجنيني في الانسان نشاطا، اكيد الثلاث شهور الاولى، لان الثلاث شهور الاولى دول يا جماعه عشان تبقوا فاهمين بيتكون فيه معظم اجهزه الجسم. في الثلاث شهور الاولانيين دولت، ثلاث شهور 90 يوم الاول من الحمل، ثلاث شهور لسه بيتم تمييزه جنسيا الى ذكر او انثى، فتتكون الخصيتين في الاسبوع السادس وتتكون المبيضين في الاسبوع الثاني عشر، يعني في الثلاث شهور. في الثلاث شهور الاولى بيصل طول الجنين وهو مكون معظم اجهزه جسمه لا يتعدى طوله طول عود الكبريت، ولكنه قد تكونت فيه كثير من اجهزه الجسم. عشان كده اكثر الفترات نشاطا هي الثلاث شهور الايه؟ الاولى من الحمل. بشكر محمد، ونرجع لسؤالنا الثاني. اختر اجابه عن احد السؤالين الف او باء. تضاعف الدي ان ايه في اوليات النواه، تضاعف الدي ان ايه في حقيقيات النواه. التضاعف الدي ان ايه في اوليات النواه يتم التضاعف منين؟ يتم التضاعف من نقطه التحام الدي ان ايه بغشاء الخليه. بينما التضاعف الدي ان ايه في حقيقيات النواه يتم من اي نقطه عليه. او المحتوى الجيني لاوليات النواه والمحتوى الجيني لحقيقيات النواه. ده محتوى الجيني لاوليات النواه، نقدر نقول ان كل جينات هذا المحتوى معلومه الوظيفه. بينما في حقيقيات النواه 70% من جينات هذا المحتوى معلوم الوظيفه. ماذا يحدث؟ اذا كانت كميه البروتين في الخلايا الجسديه متساويه، لسه كان جانا السؤال دوت، بينما كميه الدي ان بتختلف من نسيج لاخر، ده يدل على ان البروتين في هذه الحاله سيكون هو الماده الوراثيه وليس الدي ان اي. تستغرق الاستجابه المناعيه الثانويه وقتا اكثر مما تستغرقه المناعه الاوليه. لان في المناعه الثانويه تكون هناك خلايا ذاكره بائيه وتائيه تكونت من الاصابه الاولى. وهذه الخلايا تحمل على سطحها مستقبلات تتعرف على الميكروب عندما يدخل للمرة الثانية أو لمرة أخرى، ويتعرف على الأنتيجينات وينقسم وينتج أجسام مضادة، ويقضى على الميكروب في فترة زمنية قصيرة قبل انتشار الميكروب في الجسم، فلا تظهر أعراضا للمرض في المناعة الثانوية. نيجي للسؤال بعد كده. علل، يزداد إفراز هرمون الأدرينالين في حالة الطوارئ، لأن عند تعرض الإنسان لموقف مخيف يبتدي يفرز الأدرينالين لكي ينتج كميات كبيرة من سكر الجلوكوز ويتم أكسدتها للحصول على أكبر قدر من الطاقة لتمكن الجسم أو الشخص من الهروب أو مقاومة هذا القلق أو هذا الخوف. كمان بتزود من عدد ضربات القلب نتيجة سرعة الدورة الدموية وزيادة ضغط الدم، بالإضافة زيادة استهلاك الأكسجين عشان يديني أكبر قدر من الطاقة. ماذا يحدث في تمزق الوتر أخل؟ لو حدث تمزق، لو كان التمزق ده تمزق كليا لا يستطيع المشي، وانتوا عارفين ان العلاج سيكون بالجراحة، لكن إذا كان التمزق تمزقا بسيطا أو غير جزئي يبقى المشي عنده مشي مؤلم، وفي الحالة دي بيستحتاج إلى جبيرة وإلى مسكنات وأيضا إلى مضادات للالتهاب. نيجي للسؤال اللي كان عامل مشكلة وتناوله برضو أعضاء كتير جدا وطلبة كتير. ادرس الشكل الذي أمامك ثم أجب. اذكر اسم بيان A و B، فيش رقم طبعا، حرف A و B. A قطعة كبرى أو تحت وحدة ريبوسوم كبرى، وB تحت وحدة ريبوسوم الصغرى. اذكر أهمية التركيب إيه؟ أهمية التركيب إيه؟ إنه بيقع عنده موقعي البيبتيدايل الأمينو أسايد، وبيفرز عنده
انزيم او بينتج، مش بيفرز، بينتج من القطع الكبرى انزيم نازع لجزيء الميه، فترتبط الحمض الاميني بالحمض الاميني المجاور له برابطه بيبتيديه في تفاعل يسمى تفاعل نقل البيبتيدات. ثالثا، اين يتم تصنيع وانتاج هذا العضي؟ في الخليه. طبعا في النويه بيتم تصنيع وانتاج هذا العضي. معايا اسراء من اسكندريه. اسراء ازاي؟ الحمد لله تمام. طمنيني الاول على اخبارك. الحمد لله. والاحياء. الحمد لله كويس الاحياء. تمام. قولي لي سؤالين بحد اقصى. طيب اول سؤال هو اسئله اختياري بس انا اول سؤال بيقول اول الكائنات التي تم عزل انزيمات الكسر منها. طب وطيلي التلفزيون عشان ما اسمعش صدى صوت وقولي لي السؤال مره ثانيه. اول الكائنات التي تم عزل اول الكائنات التي تم العزل الكائنات التي تم ها عزل انزيمات الكسر منها عزل انزيمات الكسر منها البكتيريا التي تستغلها لقطع الدي ان اي الفيروسي. هي دي الاجابه؟ ده اختيار؟ اه بس انا يعني اقول الاجابه اللي انا. طب قولي البكتيريا التي تستغلها لقطع الدي ان اي الفيروسي. تستغلها لقطع الدي ان اي الفيروسي. الفيروسات التي تستخدمها في تقطيع الدي ان اي الفيروسات التي تستخدمها في تقطيع الدي ان اي التي تستخدمها لقطع الدي ان اي البكتيري مش كده؟ اه نعكس يعني الفيروسات التي تستعملها لوقف حيوية عائلها البكتيري. الفيروسات التي تستخدمها لوقف حيوية لوقف حيوية عائلها البكتيري. عائلها البكتيري أو الخميرة. تمام أو الخميرة. ها والسؤال الثاني يقول يتوقف ثبات تركيب الكروموسومات. يتوقف ترتيب 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 الكروموسومات. الروابط التساهمية ولا الروابط الهيدروجينية؟ تاني، يتوقف ترتيب ولا تركيب؟ لا تركيب. تركيب. الروابط التساهمية ولا الروابط الروابط التساهمية أو الروابط الهيدروجينية ولا الهيدروجينية؟ الحبيبات الطرفية. الحبيبات الطرفية. والروابط الأيونية. والروابط الأيونية. لسه هو لو شال الكروموسومات وحط جزيء الدي ان ايه هتبقى اختيار ايه برضه؟ الكروموسومات ولا النيكروسومات؟ لا هي كروموسومات. الكروموسومات مش النيكروسومات. لا الكروموسومات. طيب. هو بس نفس السؤال بس لو شال الكروموسومات وحط اللولب المزدوج جزيء الدي ان ايه هتبقى ايه هي الاختيار؟ طب قولي لي بقى تاني سؤالك بشكل اللي انت عايزاه. يتوقف ثبات اللولب المزدوج. يتوقف. ثبات تفرق أو بقى ثبات تركيب اللولب المزدوج لجزيء الدي ان ايه على ما هو الدي ان ايه يعني على نفس الاختيارات اللي هي الروابط التساهميه والهيدروجين. طيب. الروابط التساهميه ولا الهيدروجينيه الحبيبات الطرفيه الحبيبات الطرفيه والروابط ولا الروابط الايونيه. ماشي اشكرك يا اسراء. اسمعيني اتفضلي اسراء. بتقول ثلاث اسئله. السؤال الاولاني اول الكائنات التي تم عزل انزيمات الكسر هي سموها هي سميت بايه؟ هي سميت انزيمات الكسر البكتيريه. يبقى مين اللي انتجها البكتيريا ولا الفيروسات؟ تبقى البكتيريا. عشان كده اختيارنا هيكون البديل الف. أول كانت تم عزل انزيماتها كانت البكتيريا اللي كانت بتستغلها لقطع الدي ان الفيروسي، أما الإجابات الأخرى فخطأ. السؤال الثاني يتوقف تركيب الكروموزومات، التركيب بتاع الكروموزومات. تركيب الكروموزومات عايز الروابط التساهمية بتدخل في تركيب الكروموزومات لأنها بتدخل في تركيب جزيء الدي ان ايه، لأنها اللي بتدخل في تركيب ارتباط القواعد بجزيئات السكر. والروابط الهيدروجينيه لان الروابط الهيدروجينيه بتلعب على ازدواج جزيء الدي ان ايه، ولذلك السؤال غير دقيق علميا لوجود اجابتين سليمتين. الروابط التساهميه تشارك في تركيب الكروموزوم وايضا الروابط الهيدروجينيه تساهم في تركيب الكروموزوم. تماما. نرجع بقى للسؤال الثالث اللي هي ملته وهو اللي يعتبر سليم علميا. يتوقف ثبات تركيب اللولب المزدوج الدي ان ايه
هو يعني ايه ثبات تركيب الدي ان ايه المزدوج؟ معناه ان هو من شريطين، معناه انه لما تتلف قاعده على احد الشريطين يعمل الشريط الاخر كقالب على اصلاحها، فساعد ذلك على ثبات تركيب الجزيء الدي ان ايه. فاي الروابط التي ساعدت، هل هي التساوميه التي ساعدت ام الهيدروجينيه التي ابقت على الدي ان ايه مزدوجا؟ هو مين اللي ابقى على الدي ان ايه ان يكون مزدوجا، التساوميه ام الهيدروجينيه؟ تبقى الاجابه الهيدروجينيه، وذلك هنا اجابه واحده صح والباقي كله غلط. فتعمل الروابط الهيدروجينيه على ازدواج جزيء الدي ان ايه فيصبح الدي ان ايه مزدوجا، وهذا الازدواج يساعد على ثبات تركيبه لانه يعمل كل شريط كقالب لاصلاح عيوب الشريط الذي يتكامل معه. نرجع تاني بقى لاسئلتنا. في اسئله قبل ما ناخد السؤال ناخد نهله من اسيوط وبعد كده نكمل اسئلتنا. نهله ازيك؟ ازيك يا مستر، عامل ايه؟ انا زي الفل، وانتي؟ اه الحمد لله تمام. كان معايا ثلاث اسئله. طب بسرعه. طيب السؤال الاولاني بيقول لي علل. علل يعتبر وجود البيورينات، يعتبر وجود الفينولات، الفينولات في تركيب الفينولات البيورينات، البيورينات في تركيب الدي ان ايه، البيورينات في تركيب الدي ان ايه احد اسباب حدوث الطفره، احد اسباب حدوث الطفره. تمام. السؤال الثاني بيقول لي يعلل برضه، ها، القنابل الكيميائيه والذريه. يا ساتر، النوويه مالها؟ الكيميائيه والذريه لها اثار وراثيه مدمره، لها اثار وراثيه مدمره. السؤال الاخير معلش بيقول لي صحح الخطا. صحح الخطا. يحدث التضاعف الصبغي، يحدث التضاعف الصبغي، التضاعف الصبغي لخلايا جسم الانسان، لخلايا جسم الانسان في خلايا خاصه، في خلايا خاصه، ايوه، مثل خلايا، مثل خلايا المخ والنخاع الشوكي. هو حاطط لي خط تحت المخ والنخاع الشوكي. تمام اهو، وانا حطيت خط. نهلة اسمعيني من التلفزيون هجاوب لك على الثلاث أسئلة بتوعك، ماشي؟ سؤال نهلة الأولاني، علل يعتبر وجود البيورينات في تركيب الدي ان ايه أحد أسباب حدوث الطفرة، لأنه يتلف يومياً ما يقرب من 5000 قاعدة بيورينية، مش الشباب المدينية، بيكون أغلبها من البيورينات، وهذا قد يؤدي إلى حدوث طفرة إذا لم يتم إصلاحها. علل القنابل النووية لا أثار وراثية مدمرة، لأن القنابل النووية أو اللي قالت عليها الكيميائية ينتج عنها غازات وينتج عنها إشعاعات تؤدي إلى حدوث تغير في القواعد النيتروجينية مما يؤدي إلى حدوث طفرات، ومعظم الطفرات ضار وبعضها مميت. ده بالإضافة أنه ممكن أقول أنه بيحمل تشوه في الأجنة إذا كانت المرأة حامل. يحدث التضاعف الصبغي لخلايا في جسم الانسان او خلايا خاصه في جسم الانسان مثل خلايا المخ والنخاع الشوكي، لا، انا هشيل المخ والنخاع الشوكي واحط مكانهم البنكرياس والكبد. الكبد والبنكرياس هم اللي عندنا في الانسان اللي ممكن يحصل فيهم تضاعف ثلاثي مميت. قارن بين التولد البكري للكائنات الحيه والاستثمار العزري. التولد البكري يحدث في عالم الحيوان، الاستثمار العزري يحدث في عالم النبات. التولد البكري تكوين جنين بويضة، تكوين جنين بويضة غير مخصبة. الإثمار العذري تكوين ثمرة بلا بذور أو بدون إخصاب. التولد البكري يحدث طبيعيًا كما في حالة المن وذكر النحل. الإثمار العذري يحدث طبيعيًا كما في الموز والأناناس. التولد البكري يحدث صناعيًا بمعاملة البويضة بإحدى الطرق الستة اللي إحنا قلناهم من قبل، الرج والوخز، وكيميائيًا وحراريًا ومغناطيسيًا و أو كهربيا وإشعاعيا، آسف. ده بالنسبة للأسباب، فيحدث تضاعف للمادة الصبغية، بينما في الإثمار العذري تعامل الثمار الأزهار أو المياسم والمبايض بأندول حمض الخليك أو نفسه الحمض الخليك، فيعمل على تشحمها وتكوين ثمار بلا بذور. مع مين؟ زياد. زياد ازيك؟ ازي حضرتك يا مستر؟ ربنا يخليك، ازيك يا زياد؟ الحمد لله. مستر كان عندي ثلاث أسئلة. عندك سؤالين؟ ثلاثة. طب قول بسرعة.
ماشي، اختار. اختار. اي الهرمونات التالية؟ اي من الهرمونات التالية قد يؤثر، قد يؤثر على الحزام الحوضي؟ على الحزام الحوضي. الحزام الحوضي في انثى انسان؟ في انثى انسان. الف الكالسيتونين؟ الف كالسيتونين. ب ريلاكسين؟ ب ريلاكسين. جيم باراثرمون؟ باراثرمون. د جميع ما سبق؟ جميع ما سبق. السؤال الثاني يا زياد. اختار برضه. كل مما يلي؟ كل مما يلي يؤثر على الخلايا السرطانية؟ يؤثر على الخلايا السرطانية عدد. ألف الخلايا تي سي؟ الخلايا تي سي. تي سي. خلايا بي؟ بي. ان كي؟ ايه؟ ان كي. ان كي قاتلة طبيعية. انترفيرونات؟ انترفيرونات. طب زياد بس عشان عندنا أسئلة كتيرة في بوكلة الرابع عايزين نخلصها، فنكتفي بالسؤالين دولت، وعلى وعد احنا عندنا حلقات مراجعة تانية. تمام، شكرا. أشكرك يا زياد، اسمعني من التلفزيون. اختر أي من الهرمونات التالية قد يؤثر على الحزام الحوضي في أنثى الإنسان. يمكن الكالسيتونين لو كان عندي الكالسيوم في الدم وعايز أرسبه فرسبه على عظام الحوض. وممكن الباراثرمون لو عندي كالسيوم ناقص أقدر أجيبه من العظام. وعندي ريلاكسين إذا كانت امرأة حامل بسبب ارتخاء في الاتفاق العيني الموجود بين العظام الحوض من الأمام. إذا العبارة الصحيحة هي كل ما سبق. اختر كل ما يؤثر على الخلايا السرطانية عدا الباقية. ليه؟ لأن التي سي والإن كي بيقتلوا أو بياخدوا على السرطان، بينما الانترفيرونات تمنع انتشار الانترفيرونات. خلاص؟ نروح بقى للسؤال رقم 27. قارن بين انزيمات بالمرة الار ان ايه في اوليات النواه وبالمرة الار ان ايه في حقيات النواه. بالمرة الار ان ايه في اوليات النواه انزيم واحد هو اللي بينسخ الثلاث انواع، بينما البالمرة في حقيات نواه ثلاث انزيمات، لان كل نوع من انواع الار ان ايه له انزيم بالمرة خاص بيه. الدور المناعي لنخاع العظام انتاج خلايا الدم البيضاء لانه عايز دور المناعي بس، وانتاج الخلايا الليمفاويه. الدور المناعي الغدة التيموسية نضج وتمايز الخلايا الجذعية إلى خلايا تائية وتمايزها إلى أنواعها الثلاثة. آلية التعادل وآلية التحلل. آلية التعادل ارتباط الأجسام المضادة بالفيروسات لمنع دخولها إلى الخلايا، فإذا دخلت الفيروسات مادتها الوراثية ترتبط الأجسام المضادة بالخلايا المصابة لتمنع انفجارها او تحرر الفيروسات منها. آلية التحلل ارتباط الاجسام المضادة بالميكروب وفي وجود المتممات تعمل على تحلل الميكروب. الطفرة الصبغية والطفرة الجينية هنكتفي بس بتعريفها. الطفرة الصبغية تغير في عدد او تركيب الصبغيات، والطفرة الجينية تغير في تركيب الجين يؤدي الى تغير في الشفرة، والتغير في الشفرة يؤدي إلى تغير البروتين، وتغير البروتين يؤدي إلى تغير الصفة. صحيح الطفرة الصبغية محتاجة كلام كتير، فهي لازم يكون فيها يقول من حيث عشان أقدر أحدد. طب ينشأ عنها أمراض وراثية مختلفة. اختر أحد السؤالين. مجموعة من الألياف العضلية يتصل بها ليفة عصبية واحدة، دي الوحدة الحركية. أكثر نظريات العلمية قبولاً لتفسير الانقباض العضلي، دي نظرية الخيوط المنزلقة. ماذا يحدث في الحالات الآتية عند وجود ATP في الليفة العضلية؟ هتنقبض وتنبسط بسهولة. عند نقص ATP في الليفة العضلية ستنقبض العضلة ولن تنبسط ويحدث الشد العضلي. الانقباض العضلي له كم أهمية؟ له عدة أهميات. واحد، مسؤول عن الحركة الكلية. الانقباض العضلي أيضا مسؤول عن الحركة الموضعية، مسؤول عن اتزان الرأس على الجسم والجذع بفضل عضلات الجذع والعنق، مسؤول عن حركة الدم في الأوعية الدموية بفضل انقباض وانبساط العضلات الملساء. اذكر مكان ووظيفة الخلايا العصبية المفرزة. مكانها في تحت المهاد، منطقة تحت المهاد. ووظيفة الخلايا العصبية
محمود البحيرة. أكمل بس السؤال ده. أما وظيفة الخلايا العصبية المفرزة فإنها تفرز نوعين من الهرمونات الاي جي اتش والأكسيتوسين، وطبعا هقول وظيفة الاي جي اتش إن هو بيقلل كمية البول أو عن طريق سحب المية وإعادتها إلى الدم. أيضا وظيفة تانية بيعمل انقباض في الأوعية الدموية بفضل زيادة انقباض العضلات أو رفع ضغط الدم. أما الأكسيتوسين ده المسؤول عن إتمام عملية الولادة بانقباض عضلات الرحم وأيضا خروج اللبن كاستجابة لعملية الرضاعة. محمود من البحيرة ازيك؟ محمود أنا استنيت عليك معلش. أيوه أستاذ. ازيك؟ الحمد لله. قول لي بس أسئلة بس في حدود سؤال أو سؤالين فقط. طب في بس استفسار حضرتك، كنت قلت الرسومات اللي هتيجي في الامتحان تركيب الدي ان ايه واللولب مزدوج جزيء الدي ان ايه. ده عباره عن توقع وليس هو اللي مسؤوليه، يعني ما فيش واحد في الوزاره قال ان الرسومات دي ايه اللي تيجي في الامتحان، لكن عاده بيكون لكل مدرس من خلال خبرته مجموعه من التوقعات اللي هي الرسومات التي يتم رسمها باليد. لها شروط انها تكون رسومات بسيطه ما تكونش مجسمه ويستطيع الطالب رسمها وتكون بياناتها قليلة، فده المطلوب. فأنت من خلال عرضك لمجموعة الرسومات اللي عندك تقدر تحدد إيه اللي يقدر يستطيع الطالب إنه يرسمه. طب إيه بس يعني إيه الاستفسار، إيه الفرق ما بينهم يعني عشان بس؟ أنت عايز الفرق. واحد بيوضح التركيب بشكل متوازي، خلاص شريطين قصاد بعض والتركيب جزيئات السكر واضحة والروابط واضحة والقواعد للداخل. التاني شكل السلم، الشكل اللولبي اللي هو وصفه واتسون وكريك، يبقى ده له شكل وده له شكل. ايوه. طب في اسئله بقى. سؤال بيقول يحدث التبويض. يحدث التبويض في مبيض انثى الانسان. فين؟ في مبيض انثى الانسان. ما سمعتش. في مبيض انثى الانسان. في مبيض انثى الانسان. ايوه. تقريبا كل 28 يوم ولا 56 يوم؟ لا كل 28 يوم. ما هو المبيض. ليه بقى؟ لانه يحدث التبويض. خلاص؟ التبويض بيتم بالتبادل ما بين المبيضين. هأكد لك تاني. المبيض الواحد ينتج، لو قال لي في مبيض واحد هكتب 56. لو قال لي في مبيضي انثى الانسان اكتر 28. عرفت الفرق يا محمود؟ ايوه. تمام. ايه تاني؟ طب سؤال تاني، اذا توقف المبيضين عن العمل. اذا توقف المبيضين عن العمل يزداد افراز هرمون. يزداد افراز هرمون عن العمل يعني ايه؟ يعني بسبب الحمل يعني؟ توقف عن العمل يعني لا مش هيبقى الحمل. ما يعني توقف المبيضين عن العمل بسبب الست عجزت؟ ما هو لازم يكون السؤال واضح. إذا توقف المبيضان عن العمل أثناء الحمل، ماشي. إذا توقف المبيضان عن العمل أثناء سن اليأس، ماشي. لكن إذا توقف العمل ما بين دورة ودورة، قول لي بقى البدائل وأنا أقول لك حلول البدائل. طب البدائل البروجسترون. البروجسترون. ولا الأستروجين. الأستروجين. الـ FSH. FSH. والال اتش. بص حضرتك كل واحده فيهم تنفع ايه؟ هقول لك انا. اذا توقف المبيضين ما بين دوره ودوره يبقى الاف اس اتش هو اللي هيزيد. يبقى اذا توقف المبيضين عن العمل لكن هيشتغلوا تاني يبقى الاف اس اتش. اذا توقف المبيضان عن العمل اثناء الحمل بسبب الحمل يبقى البروجسترون هو اللي موجود، هو اللي يتزايد. فهمت الفرق ليه بسال؟ إذا توقف المبيضان عن العمل بسبب الحمل يبقى هيزيد البروجسترون. إذا توقف المبيضان عن العمل بين دورة ودورة يبقى هيزيد الـ FSH. أنا بشكر محمود. في سؤال تاني معلش، في سؤال تاني. آخر سؤال ليك يا محمود. ماشي. عشان الوقت بس. رقم 20. قول. الفقرة العظمية رقم 20. الفقرة إيه؟ العظمية رقم 20. مالها؟ تكون ايه نقط من الفقره رقم 19؟ ما احنا قلناها في بدايه الحلقه، قلنا هي اكبر قليلا، وتم تعديل السؤال ده في البوكلة الرابع يا محمود. ماشي؟ طيب ماشي. اشكر. خلاص؟
كده احنا يعني تقريبا ساعتين من الاسئله اللي انا تمنيت انها تكون كلها فاهمينها، كمان اسئله اللي كانت على المشكله في البوكلت الرابع تقريبا احنا قلنا كل معظم اسئلته اللي تم فيها عمليه التعديلات، وان شاء الله دايما بتحل في اسئله كتير عشان تقدر توصل لنتائج افضل واحلى. انا بتمنى لكم كل التوفيق وكل النجاح، وبشكر اسره البرنامج على الجهد المتميز اللي بيقدموه اثناء فتره المراجعات ديت، وان شاء الله موفقين، واترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.